راح تكون مركزة أكثر حول الإنفلونزا فيروس كنوع من أنواع الفيروسات اللي موجودة بعائلة الأورثوميكزو فيريدي. خلال المحاضرة إن شاء الله راح نتطرق إلى types of influenza viruses بالإضافة إلى كالعادة المورفولوجي تبع الإنفلونزا فيروس. راح نتعرف على نوع الجينوم تبعه، ثم نتكلم عن الريبليكيشن سايكل اوف انفلونزا فيروس. بعدها راح نتطرق الى موضوع جدا مهم يخص الانفلونزا فيروس، وهو الانتيجينيك فارييشنز. راح نشوف الاختلافات الانتيجينيه ودورها في امراضيه الفيروس ودورها في انتقال الفيروس وتسببه في عده اوبئه، ممكن بعض الاحيان إلى جائحة ممكن يصير. نتعرف إن شاء الله عليها بصورة أكثر، ثم نتطرق للابوراتوري دايجنوزيس للفحص المختبري للإنفلونزا فيروس، وبالأخير راح نتطرق إلى نوع الفاكسين المستخدم ضد الإنفلونزا فيروس. So let's get started. Orthomyxoviruses, all of these viruses were grouped under myxovirus. كلمة ميكزو أو ميكزا معناتها الميوكس المخاط. ليش سميت بهذا الاسم؟ نتيجة their affinity to mucin، قابلية ارتباط هذه الفيروسات بالميوسين. هذا الميوسين هو عبارة عن بروتين موجود على cell surface، تستخدم الفيروسز as their receptors، موجود على سطح الخلايا، ممكن تستخدم الفيروس ك cell receptors، لهذا أدرج تحت هذا المسمى. الأورثوميكزوفيروسز تحتوي عائلتين، هما الأورثوميكزوفيريدي اللي يضم تحت الإنفلونزا فيروسز اللي كنا نعرف هذا النوع من الفيروسات اللي يسبب الريسبيراتوري ديزيزز أمراض فيروسية، والعائلة الأخرى اللي تنضم تحت الأورثوميكزوفيروسز هي الباراميكزوفيريدي. الباراميكزوفيريدي أيضا تحتوي هذه العائلة من الفيروسات على عدد من الفيروسات المهمة والمعروفة بتسببها عدة أمراض، مثل المامز الفيروس المسبب للنكاف، والميزلز فيروس الفيروس المسبب للحصبة، وبالإضافة للراسبيراتوري سينسيشال فيروس، والبارا إنفلونزا فيروس اللي تعتبر أيضا من الراسبيراتوري فيروسز. لكن احنا في هذه المحاضره راح نتطرق بصوره اكثر وبدقه اكثر حول نركز اكثر على الانفلونزا فيروسز. اللي تعرفون هو الانفلونزا فيروسز يعتبر هو الكوزاتيف ايجنت اوف وورلد وايد ابيديميكس اوف انفلونزا، يعني هو المسبب في كل العالم انحاء العالم في ظهور مرض الانفلونزا او الفلو ديزيز، او عاده الهيومن ديزيز الاسوشيتد وذ انفلونزا فيروس. تكون السيمبتومز مالتها معروفه ان كنا، لان ما اعتقد واحد من عندنا ما انصاب بالانفلونزا فيروس، فعاده تكون العلامات على شكل بالانسان الادلت يعني البالغ فيفر ماليز مايلجيا مايلجيا سوري وسور ثروت يعني حراره، الشعور بالتعب العام، والشعور ايضا بالم بالعضلات، حرقة بالحنجرة بالإضافة إلى non-productive cough، يكون سعال جاف غير ينتج للسبيوتا. أما بالأطفال فتكون العلامات متشابهة نوعاً ما، لكن شوية درجة الحرارة تكون أعلى، قد يصاحبها بالإضافة إلى abdominal pain, vomiting و otitis media، يصير عندهم التهاب الأذن الوسطى. بعض أنواع الكومبليكيشنز اللي ممكن تحدث بعد الإصابة بالإنفلونزا فيروسز ممكن تسبب لنا primary viral pneumonia، التهاب ذات الرئة الفيروسي، أو ممكن يؤدي إلى حدوث secondary bacterial pneumonia نتيجة الإصابة الثانوية ببعض أنواع البكتيريا اللي تؤدي إلى حدوث أيضا التهاب رئوي لكن متسبب عن البكتيريا. So we will talk about more in details in influenza viruses.
هذه الفيروسات عادة ترجع إلى عائلة الأورثوميكزوفاريدي، مثل ما ذكرنا هو هذه الفيروسات تكون هي المتسببة للإنفلونزا. إذا نريد نعرفها الإنفلونزا إيش راح يكون تعريفها؟ هي عبارة عن respiratory disease in humans with well-defined systemic symptoms that occurs in sporadic, epidemic and pandemic forms. يعني مرض تنفسي يحدث في الإنسان، قد يحدث على حالات في حالات فردية sporadic يعني فردية، أو epidemic. الإبيديميك والبانديميك هسه بالسلايد اللي بعد هذا السلايد راح نعرف تعريفهن، لأن ضروري نعرف شنو معنات الإبيديميك والبانديميك. أنواع الإنفلونزا فيروس هن 3 تايبس، ثلاث أنواع عندنا للإنفلونزا فيروس: إنفلونزا تايب A، إنفلونزا تايب B، وإنفلونزا تايب C. بالنسبة للإنفلونزا تايب A و B تعتبر هي المور كومن causative agent اللي تسبب لنا عادة الإصابات اللي نشوفها دائما خلال فترة الشتاء أو غيرها، هذه هي تكون more common وهي المسببة لهذه الإنفلونزا فيروس. أما الإنفلونزا فيروس C type C sorry هو المسؤول عن sporadic outbreaks، يعني تكون إصابات فردية mainly in children، غالبا تكون بالأطفال. هسا نريد نعرف شنو معنات انه الانفلونزا فيروس ممكن يسبب لنا sporadic infection او قد epidemic infection، او ممكن يسبب لنا outbreak endemic or pandemic. طبعا هذه التعابير طلاب نسميها epidemiological terms، العبارات الوبائيه، خلينا نقول مصطلحات وبائيه نعتبرها، ما تكون خاصه بال بالإصابة الفيروسية. قد يكون بكتيريا مثلا يسبب إنه يكون إبيديميك أو أوتبريك أو غيره، لكن راح تشوفونها دائما من نحكي عن الإنفلونزا وهسه انضم لها فيروس آخر هو الكورونا، قام يصير بمسامعنا دائما نسمع إنه هذا الفيروس سوى أوتبريك أو ذاك الفيروس سوى بانديميك. فخلينا نعرف شنو معنات الأوتبريك وشنو معنات البانديميك. بالنسبة لتعريف الإبيديميك، هو معناتها increase often sudden in the number of cases of a disease above what is normally expected in a population with a geographic area. يعني راح شي يصير عندنا ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات بمرض ما غير متوقع ويعني فوق العادة في منطقة جغرافية معينة، هذا نسميه epidemic. أما outbreak الوباء هو يحمل نفس تعريف الإبيديميك، لكن شنو؟ راح تكون المنطقة الجغرافية تحت المصابة راح تكون أكثر more limited geographic area بس still limited. يعني مثل اللي حدث بووهان لما أول ما سجلت الكوفيد 19 أو النوفل كورونا فيروس، أول ما بدأ تسميته لوحظ أنه بالبداية راح تقريبا 16 شخص بنفس الوقت من نفس المكان للمستشفى عندهم نفس الأعراض. فهنا شطرح الشخص تقول هاي شنو صار إبيديميك، لأنه صار إنكريز زيادة مفاجئة في عدد الحالات المرضية فوق المعتاد في منطقة جغرافية واحدة اللي هي كانت شنو ووهان، هاي كإكزامبل جاي أقول لكم إياها. لكن فيما بعد من انتشر فيروس كورونا إلى عدة محافظات أخرى صينية، شو تحول هنا؟ تحول إلى outbreak وباء. هو حمل نفس التعريف مال الإبيديميك، إنه صارت increase sudden in the number of cases، لكن هالمرة شمل مناطق جغرافية أكثر، بس هنا شنو still limited، يعني بعته فقط بتشاينا ما عبرت الغير دول. أوكي، لما ما تعبر الغير دول وتأخذ بلدان أخرى شان حنسميه pandemic، وهذا هو اللي حصل. يعني بدأ كورونا فيروس as epidemic ثم تحول endemic بعدين صار pandemic. pandemic ليش؟ يعني تحول إلى جائحة، لأنه هنا المرض spread over several countries or continent، يعني انتشر عبر عدة بلدان أو قارات، وطبعا usually affecting a large number of people مثل ما دا يحصل هسه حاليا. أما كلمة endemic فهاي معناتها إنه هو دا يصير عندنا consistent presence or usual prevalence of a disease or infectious agent in a population with a geographic area.
يعني هنا راح يصير عندنا وجود ثابت لمرض معين ما أو مسبب مرضي ما في منطقة ما، موجود دائما هذا على مر الأيام. فش نسمي هذا هيج نوع من المرض؟ نسميه إنديميك، هذا موجود عندنا نقول من زمان مسجل وستيل يعني موجود. فهذا هو الفرق ما بين الإبيديميولوجيكال تيرمز اللي هي الإبيديميك والأوتبريك والبانديميكس والإنديميك. واضح لهنا يا طلاب؟ Now we will talk about in details about the morphology of influenza virus. احنا معتادين انه نعرف دائما مظهر الفيروس شو يكون. بالنسبة للانفلونزا فيروسز اشكالها تكون عادة spherical او تكون pleomorphic، يعني مدورة او متعددة الاشكال. هذا الفيروس اللي الصورة تظهر امامكم يكون enveloped particle، يعني حاوي على غلاف حوله. ما يهمني بالإنفلونزا فيروس أكثر هي شغلتين. الشغلة الأولى نوع الجينوم تبعه، وهو شي يكون segmented single strand RNA genome، طبعا هو negative sense يعني مو positive sense. segmented مثل ما تلاحظون بالفيجر أنه هو متكون من عدة قطع. بالنسبة للإنفلونزا تايب A وإنفلونزا تايب B راح تكون متكونة من 8 قطع، إذا ردنا عدها راح نشوفها 8 2 4 6 8. أما إنفلونزا تايب سي فراح يكون متكون من 7 segments، من 7 قطع. هذا الشيء المهم اللي يهمنا بالإنفلونزا فيروس كشكل. يهمنا شيء آخر جدا مهم وراح نعرف خلال المحاضرة ليش مهم، إنه هذا الفيروس يكون حاوي على 2 types of proteins بسطحة، نوعين مهمات. طبعا مو بس هذين البروتينات هو اللي حاملها، بس هذين اللي مهمات بالإمراضية تبع الفيروس وبانتشاره، وهي الهيم أجلوتينين هذا اللي هو تشوفونه بكثرة حول الفيروس باللون الأصفر، واليوراميدايز اليوراميدايز نشير لهم. الهيم أجلوتينين نختصر نسميه HA، واليوراميدايز نختصر نسميه NA. هذه البروتينات الاثنين راح تكون هي المسؤولة عن حدوث طفرات بالإنفلونزا فيروس اللي سبب لنا outbreaks باختصار شديد جدا، فلهذا نعتبرها مهمة جدا في الإنفلونزا فيروس. إذا المورفولوجي تبع الإنفلونزا فيروس راح يكون هو spherical يعني دائري أو pleomorphic، يعني الدورات مني ياخذون عينة مال الإنفلونزا فيروس ويفحصوها تحت الإلكترون مايكروسكوب راح يلقون هم شكل الدائري ويلقون شكل المتغير، فيسموه pleomorphic، يعني مرة يلقوا دائري مرة يلقوا مثلا طولاني مرة يلقوا، في المهم بس هو بصورة عامة هو يكون spherical دائري enveloped يكون حاوي على غلاف. الجينوم مالتش راح يكون قلنا segmented RNA single stranded RNA genome ويكون negative. يحتوي أيضا على نيوكليوبروتين، هذا النيوكليوبروتين يغلف الـ RNA genome حتى يحافظ عليه، هذا راح يكون شكله، بالإضافة إلى بروتينات أخرى مثل الـ M1 والـ M2 والنيوكليوريبورت بروتين أيضا. بس اللي يهمنا إحنا اليوم بالمحاضرة أكثر راح يشوفونا نركز على الهيم أجلوتينين الـ HA واليوراميدايز اللي هو الـ NA. هذا الشكل التوضيحي آخر يبين أكثر توزيع البروتينات على سطح الفيروس وبداخله. هذا هو الـ HA هيم أجلوتينين، وهذا هو الـ NA النيوراميدايز اللي هو باللون الأصفر، والنيوكليوبروتين يكون محيط بالـ single stranded RNA segmented، تلاحظون إنه هي مقطعة الجينوم مو جاي لينير مو جاي خط واحد، بالإضافة لبروتينات أخرى مثل ما مذكورة أمامكم مثل الـ RNA polymerase اللي هو بروتين أو إنزيم مهم جدا في عملية الريبليكيشن، إضافة للليبيد ميمبرين اللي هي الانفلوب. هذا تكلمنا عنها البداية. بالنسبة مثل ما قلت لكم الـ RNA genome يكون segmented ومتكون من 8 segment بالإنفلونزا فيروس type A and B و 7 segment in influenza type C، لأنه ما يكون حاوي على الـ neuraminidase gene، ما عنده الـ NA gene.
أهم بروتينين اللي هن يعتبر السبايك بروتين بالنسبة للإنفلونزا فيروس هو الهيم أجلوتينين، as I said before شكله يكون تراي أنجل ثلاثي، والمشروم شيب يعني شكله شكل الفطور، وهو الـ NA اللي نيوراميليداز. الإنفلونزا فيروس تكون حاوية على 18 هيم أجلوتينين سب تايبس بالإضافة إلى 11 نيوراميليداز سب تايبس of influenza type A، يعني 18 نوع من أنواع الـ HA تحمل فيروسات الـ influenza A. يعني ننطيها رقم مثل راح يشوفون بالمحاضرة، مثلا أكو فيروس بالإنسان اسمه H1N1، فهذا نتيجة لوجود عدة أنواع من الهيم أجلوتينين والنيوراميليدايز. الآن راح نتكلم عن الأنتيجينيك عند الجينوميك بروبرتيز، الصفات الأنتيجينية والجينومية الخاصة بالإنفلونزا فيروسز، اللي على أساسها راح نقسم الفيروس إلى جروب سبيسيفيك أنتيجينز أو تايب سبيسيفيك أنتيجينز اعتمادا على نوع الأنتيجينات اللي موجودة. فنقسم الإنفلونزا فيروس إلى أنواع نسميها جروب سبيسيفيك أنتيجينز، هذا يخصنا الرايبو نيوكليو بروتين. نتيجة التغير بهذا البروتين راح يتقسم من الانفلونزا فيروسز إلى 3 تايبس اللي هي A, B and C مثل ما قلنا. هذا التقسيم منين إجا؟ إجا من الاختلاف الفاريشن اعتماد على الفاريشن اللي موجود بالنيوكليو بروتين انتيجين. فينطينا 3 أنواع من الانفلونزا فيروس، قسمناها إلى انفلونزا فيروس A B and C. من المسؤول عن هذا التقسيم أو أنه ينطينا 3 أنواع هو التغيير بالنيوكليو بروتين، هذا هو النيوكليو بروتين. أما الأنواع الأخرى المسؤول عنها أي نوع من الأنتيجينات نسميها التايب سبيسيفيك أنتيجين. هذه التايب سبيسيفيك أنتيجينز المسؤول عنها هو الهيم أجلوتينين والنيوراميليدايز. التغير بهذين البروتينات راح يعطينا انواع عديده من الانفلونزا فيروس، مثل ما قلت لكم ممكن تلقى انفلونزا فيروس تايب اي مثلا H1N1 او H3N2، هذا اللي راح يعطينا هاي التسميه وهذه الانواع. نتكلم هسه بتفصيل اكثر عن الهيم اجلوتينين. الهيم اجلوتينين مثل ما قلت لكم طلاب هو بروتين يكون على سطح الانفلونزا فيروس. شنو وظيفته؟ وظيفته الأساسية هي الفيروس attachment to the cell، okay؟ بالإضافة إلى هو مسؤول عن الهيم adsorption والهيم agglutination، ما أعرف يسموها تراص الدم أو التلازن الدموي. وظيفة الهيم agglutinin أقرب لكم إياها هي مثل وظيفة السبايك بروتين اللي موجود على سطح الكورونا، مو كان هو اللي مسؤول عن ارتباط الكورونا فيروس بالريسبتر اللي موجود على سطح الخلية المستقبلة. فالهيم أجلوتينين أيضاً تكون وظيفته هالشكل، هو مسؤول عن الفيروس attachment to the cell. الهيم أجلوتينين عادةً يرتبط بالسيالك أسيد ريسبتر اللي موجود على سطح الخلايا، من بعدها تبدأ عملية الانفكشن in the host cell. مثل ما ذكرنا بالإنفلونزا فيروس هناك 18 subtypes 18 نوع من الهيم أجلوتينين. هذه الأنواع هي اللي ترتجلنا سلالات مختلفة من الإنفلونزا فيروس اعتماداً على نوع الهيم أجلوتينين والنيوراميليدايز. لوحظ أنه يعني الهيم أجلوتينين إلى قابلية أنه يعمل أجلوتينيت، يعني يرص أو شلون نقول يلازن أو يرتبط بالآر بي سي. العلماء استفادوا من هذه الخاصية بهذا البروتين وسووا من عنده في التست معين يسمى الهيم أجلوتينيشن إنهيبيشن تيست. بيزيكلي هذا الهيم أجلوتينيشن إنهيبيشن تيست البرنسبل مالته إنه إذا كان الهيم أجلوتينين موجود المفروض شو راح يسوي؟ حيسوي لنا أجلوتينيشن للآر بي سي. فأنت إذا تريد تكشف عن وجود أنتيبودي أو الأنتيبودي منتجة ضد هذا البروتين، إذا كان الأنتيبودي موجود راح يمنع الهيم أجلوتينين من الارتباط بالآر بي سي، وبالتالي يثبط التلازم مالتهم أو الأجلوتينيشن. فلهذا سمي هيم أجلوتينيشن إنهيبيشن تيست،
فحص تثبيط التلازين الدموي أو التراص الدموي. يستخدم طبعا هذا التيست بالسيرو دايجنوزيس اوف انفلونزا فيروس في فحص السيرولوجي للانفلونزا فيروس. تمام. أما النيوراميديز فهو أيضا جلايكوبروتين موجود مثل ما شفتوا على سطح الإنفلونزا فيروس بارتيكل. هذا دوره يختلف عن دور الهيم أجلوتينين. دوره بيزيكلي يعمل هو على تحرير الفيروس المتكون الجديد بعد الريبليكيشن، يحرره من ارتباطه بالخلية عند اكتمال عملية التكاثر في داخل الخلية المصابة. هذا هو بيزيكلي الفانكشن مالته. So the function of neuraminidase is to cleave, يعني يقص النيوراميك acid and to release progeny virion from the infected host cells during the budding process. راح نشوف هذه العملية لما ما نتكلم عن الـ replication cycle or influenza A virus. خلينا نطلع الفيجر حتى يصير الشرح عليها، والشرح هو يكون موجود عادة بالمحاضرة. هسه هذا رسم توضيحي للخلية المصابة للهوست سيل. هذا هو الانفلونزا فيروس. مثل ما تلاحظون أمامكم الهيم أجلوتينين راح يكون عدده شوية أكثر من النيوراميديز بسطح على سطح الفيروس. الهيم أجلوتينين هنا ملون باللون الأزرق، والنيوراميديز يكون باللون الأحمر. بعد ارتباط الهيم أجلوتينين بالريسبتور الموجود على سطح الخلية راح يدخل داخل الخلية بطريقة الإندوزوم، يعني راح ينحط بفيزيكول ويدخل داخل السيتوبلازم. بعد دخوله للسيتوبلازم راح يصير ريليز للجينوم، راح يتحرر الجينوم من هذا الفيزيكول اللي حاطت الفيروس بارتيكل. لكن الريبليكيشن ما راح يكمل، يعني الترانسكريبشن استنساخ البروتينات والنيولي فورم جينوم ما راح يكون بالسيتوبلازم، راح يكون داخل النيوكليوس. فش حيصير؟ حيصير نيوكليير امبورت، يعني الجينوم هذا هو اللي سيجمنتد امامكم راح يدخل عن طريق النيوكليير بور الفتحات النوويه الى داخل النواه اللي هي هذه النيوكليوس. داخل النواه مثل ما ذكرنا هو يكون النيجاتيف سنس، يعني مو بوزيتيف، فما له قدره انه مباشره يصير مسنجر ار ان اي ويترجم لنا بروتينات، لا يحتاج بالبدايه انه النيجاتيف سنس RNA genome يتحول إلى complementary positive RNA genome، ثم يصير له transcription إلى messenger RNA. هذا هو المسنجرز RNA راح يكون هو المسؤول عن إنتاج البروتينات المهمة للفيروس، وبنفس الوقت يتكون عندنا newly formed segmented viral genome تخرج عن طريق النيوكليير بور من للسيتوبلازم. بتلاحظون تكونت عندنا بروتينات جديدة مثل الهيم أجلوتيني HA والNA النيوراميديز، بالإضافة إلى باقي البروتينات اللي يحتاجها الفيروس. بعد استكمال الترانسكريبشن راح تنتقل هذه البروتينات والجينوم الجديد إلى سطح الخلية. هنا في سطح الخلية راح يحيط الفيروس نفسه بإنفلوب، يأخذه من البلازما ممبرين تبع الخلية ويخرج خارج الخلية بعملية البودينج. يساعد بذلك النيوراميديز يقص النيوراميك أسيد ويسمح بخروج الفيروس المتكون الجديد خارج الخلية. فتكون كملت عملية الريبليكيشن سايكل الخاصة بالفيروس. واضح لحد الآن طلاب؟ هذا الكلام كله اللي حكيته موجود بالمحاضرة هنا. نستمر بالموضوع الثاني اللي هو جدا مهم والخاص تقريبا بالانفلونزا فيروس، وهي عمليه الجين ري اسورتمنت. بالعربي معناته شلون احنا شو نسميها؟ اعاده خلط الجينات. الري اسورتمنت هي ميكسينج، خلط الجينات. لانه الانفلونزا فيروس مثل ما عرفتوا انه هو سيجمنتد جينوم،
هاي الجينيتيك ري اسورتمنت كان اكر، يعني خلط الجينات ممكن يحدث. شو وقت يحدث؟ لما الخلية تصاب بنوعين من بسلالتين مختلفة، يعني أقربها بصورة مبسطة أنه عندي إنسان انصاب من إنفلونزا فيروس مال الإنسان وانصاب من إنفلونزا فيروس مال الطيور، اثنينهم بنفس الوقت دخلوا بالخلية. هنا ايش راح يصير؟ شفتوا انتوا حواراتكم هسه بالريبليكيشن سايكل، من ارجع لها الصورة من هنا كمل عندنا الجينوم، بدت تتجمع القطع مالت الفيروس هنا. تخيلوا اذا كان عندك فيروسين مختلفات، هنا شوية راح تصير فوضى. شنو الفوضى اللي راح تصير؟ من يريد يتكون فيروس الجديد، حتيجي قطع من هذا الفيروس الخاص مثلا بالإنسان، وتيجي قطع من الفيروس اللي جاي من الطير. اوكي، ايش راح يتكون؟ ان الفيروس الجديد راح يكون مختلف تماما عن هذا الفيروس الاول اللي هو خاص بالإنسان، وعن الفيروس ايضا الخاص بالطيور اللي صاب الخلية. فهاي شنتج ان نيو سترين، سلالة جديدة. هاي معناتها الجين ري اسورتمنت، يعني اختلطت عندنا الجينات، صار ميكسينج للجينات between two different types of parent viruses. يعني هذا فيروس مختلف تماما عن الفيروس الثاني، راح اسمع اطلع لكم صوره اوضح، تماما عن الفيروس الثاني. بس ما صارت عمليه الريبليكيشن، هذا صار عنده ريبليكيشن الخاص بالانفلونزا فيروس، والفيروس الخاص بالانسان هم سوى ريبليكيشن. بس المشكله وين راح تصير؟ لما يصير اسامبلي، راح الفيروس المتكون الجديد ياخذ كم قطعه من الهيومن فيروس وياخذ كم قطعه من البيرد فيروس، فتكون جديد يختلف عن هذا وعن هذا. زين، اسالكم سؤال، من الناحيه المناعيه ومن الناحيه العلاجيه وين راح تكمن المشكله هنا يا طلاب؟ سوي ريكور. اوكي، الجين ري اسورتمنت، لوحظ انه الانفلونزا فيروسز اوف انيمالز مثل الاكواتيك بيرد الطيور المائيه، مثل التشيكنز، مثل السواين الخنازير والهورسز، لاحظوها انه هي تعتبر سورس اوف ار ان اي سيجمنت ذات انكود ذا انتيجينيك شيفت فيريانت ذات كوز ابيديميكس امونج هيومنز. يعني احنا قبل شويه قلت لكم اني قد الانسان يصاب بنوعين من الفيروسات، فيروس الإنسان نفسه اللي هو من الإنفلونزا فيروس، ويجي نوع آخر من الطيور مثلا، هي هاي اللي سبب لنا الجين ريأسورتمنت. فلوحظ أنه الطيور ممكن تسبب جين ريأسورتمنت ويا الإنفلونزا فيروس تايب أي أوف هيومن، الدجاج هماتين، الخنازير والأحصنة هماتين ممكن تسبب لنا. يمكن سمعنا قبل بال 2009 قلنا صارت انفلونزا الخنازير وقبلها انفلونزا الطيور، سمعنا بها، هذا هو المسبب لها. تلاحظوها من تصيب الانسان، معناته انه السترين الجديده كان مسببها انه انفلونزا فيروس خاص بالطيور صاب الانسان ايضا، سبب هاي الجين ري اسورتمنت وادى الى ظهور سلاله جديده. هذه هي صوره توضح لكم اكثر. بس انتبهوا علي هنا طلاب، هسه هذا الشكل يمثل الخلية. ايش عندك هنا؟ عندك ثلاث انواع من الانفلونزا فيروس. النوع الاول هو الكلاسيك سواين، يعني اللي يصيب الخنازير، شنو نوعه؟ H1N1. النوع اللي بالنص هذا اللي يصيب الانسان، شنو نوعه؟ H3N2. والاخير هذا الافيان، يعني اللي يصيب الطيور. تصدر في بعض الاحيان انه مره ينصاب الإنسان بالفيروس اللي يصيب الخنازير، وينصاب بنفس الوقت بالفيروس اللي يصيب الإنسان. انتبهوا لي على عنوان الجينوم طلاب، اكو مثلا هنا مالت الخنازير شوفونه بالأزرق، الإنسان الجينوم مالته بالأحمر، والطيور بالبنفسجي. اللي راح يصير شنو؟ الفيروس المنتج بعد الريبليكيشن تلاحظوا انه أخذ قطع شوية من الخنازير، وأخذ كم قطعة من الطيور، وأخذ كم قطعة من الإنسان، فتماماً أنتج فيروس أو سلالة أو عترة تختلف عن الأولى اللي صابها، سواء كانت من الطيور أو من الخنازير أو من الإنسان نفسه. فانتم لهذا، هذا هو السبب في حدوث الأوت بريكس. ولاحظوا أنه هذا الأوت بريكس يحدث كل 10 سنوات، إذا تلاحظون هذا هو الفارق الزمني. يعني لاحظوا أنه ظهر وباء سنة 1990 هماتي نتيجة هذا الميكسينج والجين ري اسورتمنت،
بعد 10 سنوات لوخ النتج هم ماتيني فيروسين جدا نتيجة هاي الجين ريأسورتمنت. وبال 2009 ظهرت عند الإنسان أيضا سلالة جديدة هم سموها الـ H1N1 2009 نتيجة هذا الجين ريأسورتمنت. فمثل ما قلت لكم خلال الريبليكيشن راح يصير ميكسينج ما بين هاي السيجمنت، لأن هم اثنينهم أصابوا نفس الخلية. لما يريد يجمع الفيروس جينوم تبعه ياخذ قطعه من هذا السترين وياخذ قطعه من هذا السترين فيصير ميكس وينتج لنا سلاله جديده. قلنا هسه هذا الكلام المكتوب كله قلنا مذكور انه for example if a person is infected by an avian and human influenza strain، يعني يقول مثلا الانسان انصاب بسلالتين، واحده الخاصه بالانسان والثانيه الخاصه بالطيور، من الممكن انه يحدث عندنا genetic reassortment بالinfected cell بالهيومن. هاي genetic reassortment could lead to emergence of a new human virus A virus. The progeny، شنو البروجيني؟ يعني الفيروس المتكون الجديد will will contain a mixture of genome segment، راح يكون حاوي على خليط من قطع الجينوم from the two strains، اثنينات يعني من السلالتين اثنينات، ينتج لنا a new variant of human influenza A virus. حاملة لمن؟ حاملة للهيم أجلوتينين تبع الخاص بالطيور، فيكون مختلف. هذه هي السلالة تكون مختلفة عن الأول مثل ما موضح هنا بالصورة. الفيروس الخاص بالإنسان حتى يقربون الصورة يقول لك هو أحمر عفوا، والفيروس الثاني اللي هو يصيب الدجاج اثنينهم صابوا خلايا الرئة. المنتج شنو راح تلاحظون؟ جزء كبير من عنده هو الفيروس اللي كان يصيب الإنسان، لكن الهيم أجلوتينين مال من؟ مال الشيكن إنفلونزا فيروس. فهذا هي الجين ريأسورتمنت. تمام واضحة هنا؟ تحتاجون بريك لو نمشي طلاب. موضوع آخر هو متعلق بالموضوع السابق اللي ذكرناه ومهم أيضا، هو الانتيجينيك variations، الاختلافات الانتيجينية أو المستضدية. This is a unique feature of influenza virus، هذه صفة خاصة بالانفلونزا فيروس. شنو هذه الصفة؟ شنو مميزاتها؟ لاحظ انه السيرفس انتيجينز اللي قلنا عليهم الهيم اجلوتينين والنيورامينيديز تظهر فاريشن، اختلافات. هذه الاختلافات responsible for antigenic variation للفيروسز. اوكي؟ بينما الرايبونيوكليوبروتين اللي يحيط لنا بالجينوم والامو بروتينز اللي شفناها على سطح الفيروس هذول يكونون ستيبل، هذول ما يصير بيهم يعني طفرات، ما يصير بهم antigenic variation، فما يؤدن إلى حدوث، يعني إحنا مو السبب في حدوث هاي الاختلافات الجينية والطفرات اللي يصير بالفيروس بالإنفلونزا فيروس. إذا من المسؤول عن حدوث antigenic variation، الاختلافات الجينية اللي تنطينا سلالات جديدة؟ هو الهيم أجلوتينين والنيوراميديز أنتيجينز، هذا اللي نريد نأكد عليه. أما الأم بروتين والرايبونيوكليو بروتين هذا اللي غير مسؤولات عن حدوث طفرات جديدة بالإنفلونزا فيروس. كم نوع من أنواع الانتيجينيك فارييشن موجودة بالإنفلونزا فيروس؟ تو تايب، نوعين، نوع نسميه انتيجينيك شيفت والنوع الآخر نسميه انتيجينيك دريفت. راح نعرف الفرق بيناتهم بالسلايد القادم. الانتيجينيك شيفت شنو معناته؟ إذا نريد تعريفه ونريد نفهمه شنو هو، هو عبارة عن sudden, drastic, discontinuous change. This occurred due to major antigenic changes in the human, in the, sorry, heme agglutinin or NA antigens. هو عبارة عن تغيير كبير مفاجئ في انتيجينات الheme agglutinin والneuraminidase. يصير بهم طفرات، هاي الطفرات تخلي تنتج لنا بروتين مختلف تماماً عن البروتين السابق. فلهذا شو يسموه antigenic shift. يعني تحول هذا البروتين كأنما أنتج بروتين جديد، فيسموه sudden drastic، يعني تغيير كبير major antigenic changes، تغييرات كبيرة تصير نتيجة الطفرات بالهيم أجلوتينين والنيوراميديز. راح شو يصير بمكانها؟ راح يصير replacement of the gene for heme agglutinin by one
coding for completely different amino acid sequence. يعني إذا أريد أقارن الهيم أجلوتينين مال هذا الفيروس مع فيروس حدث له antigenic variation، راح أشوف الهيم أجلوتينين الأمينو أسيد مالته يختلف تماماً عن الفيروس السابق. هذا النوع من التغييرات الأنتيجينية نسميه antigenic shift. أعيده، الأنتيجينيك شيفت راح يصير تغيير أنتيجيني كبير بالهيم أجلوتينين والنيورامينيديز، أوكي؟ sudden drastic discontinuous change. حتى أفرقه عن التغيير الأنتيجيني الثاني اللي هو سميناه أنتيجينيك دريفت. الأنتيجينيك شيفت لاحظوا أنه هو يكون يحدث لنا alteration of virtually all the antigenic sites، كل المواقع الانتيجينية الموجودة على الهيم أجلوتينين راح تختلف. طبعا هذا راح يسبب لنا مشكلة، مثل ما تعرفون إذا كان منتج لقاح ضد هذا الهيم أجلوتينين السابق الغير متغير وبعدين حدث عنده هذا الانتيجينيك شيفت، اللقاح ما راح يشتغل على هذا الجديد. ليش؟ لأن صار عندنا تغيير بالانتيجينيك سايت. لوحظ أن الانتيجينيك شيفت عادة وين يحدث؟ in type A virus only، ما يحدث بالبي ولا يحدث بالسي. إضافة إلى لوحظ أنه السلالات المنتجة الجديدة ناتجة بسبب الانتيجينيك شيفت عادة تظهر كل 10 إلى 11 سنة مثل ما شفنا بالسلايد السابق. هذه خاصة بالانتيجينيك شيفت. الانتيجينيك شيفت شلون راح تصير؟ نتيجة الجينيتيك ريأسورتمنت مثل ما ذكرنا بالصورة، انه راح يصير عندنا خلط ما بين السيجمنت اوف تو ديفرنت فيروس، يصيبون نفس الخلية at the same time ينتجون نيو فيريانت، يعني سلالة او عترة جديدة تختلف تماما عن العترة السابقة. منين تجي هذه السلالة الجديدة؟ نتيجة اصابة الخلية الانسان ب two types of virus، واحد من الهيومن انفلونزا فيروس والآخر قد يكون سببه نوع حيواني من الإنفلونزا فيروس، قد يكون مصدر الطيور، خنازير أو الأحصنة مثل ما ذكرنا سابقاً. أما الأنتيجينيك دريفت، هسا خلصنا قبل الأنتيجينيك شيفت. الأنتيجينيك دريفت شنو؟ عكسه. شون عكسه؟ إنه يحدث عندنا gradual، يعني تدريجي، تغيير تدريجي ومنتظم بالأنتيجينيك changes. minor antigenic changes، تغيرات مستضدية صغيرة قليلة خلينا نقول بالهيم أجلوتينين أو بالنيورامينيديز، تحدث at a frequent intervals، يعني في فترات منتظمة بين فترة وأخرى تحدث هاي التغييرات البسيطة. قلنا إحنا شيء طبيعي بما أنه هي الـ RNA viruses تكون معرضة للطفرات بصورة مستمرة، فهاي النوع من الانتيجينيك changes نسميها الانتيجينيك drift. السببها شنو؟ انه يحدث عندنا single mutation، طفرة واحدة مفردة ممكن تصيب لنا الهيم أجلوتينين بروتين، تنتج لنا amino acid changes in the protein، لكن هاي الامينو acid changes ما راح تكون تغيير كبير مثلا يؤدي الى تغيير الانتيجينيك سايد بحيث تخلي مثلا الفيروس او اللقاح عفوا غير فعال. هي ممكن تخلي غير فعال لكن ما تنتج لنا سلالة جديدة، هذه السلالة الجديدة قد تكون سبب في حدوث بانديميك. هو عادة هسه اللقاحات الموجودة عالميا، طبعا دول أوروبية تاخذها سنويا، لكن بنفس الوقت شو يسوون؟ يسوون مونيتورينج، يعني قبل ما ينطون اللقاح ياخذون عينات من الناس المصابة ويشوفون هل العترة مثلا الخاصة بسنة 2020 هي نفس العترة اللي كان ب 2019 واستخدم لقاح فعال ضدها واشتغل؟ إذا هي نفسها تمام ينطون نفس اللقاح، إذا صاير بها تغيير يغيرون اللقاح اعتمادا على التغيير اللي صار بالهيم أجلوتينين اللي أنتج الأنتيجينيك دريفت. إذا هسه لحد الآن عندنا فرقين، إذا أريد نفرق ما بين الأنتيجينيك دريفت والأنتيجينيك شيفت. الانتيجينيك شيفت قلنا يصير ميجر انتيجينيك تشينجز، تغيير انتيجيني كبير، بينما بالانتيجينيك دريفت ايش راح يصير؟ ماينر انتيجينيك تشينجز، تغييرات انتيجينيه صغيره. بالانتيجينيك شيفت ينتج نتيجه الجين ريأسورتمنت، خلط يصير عندنا بالسيجمنت مالت التو ديفرنت فيروسز اللي ممكن يصيب الخليه بنفس الوقت. لكن بالانتيجينيك دريفت شنو سببه؟ single mutation affecting الهيم أجلوتينين glycoprotein،
تنتج لنا أمينو أسيد مختلفة. مثل ما قلت لكم أن الأنتيجينيك دريفت فاريانت يعني السلالات أو العطرات الجديدة هذه عادة كل سنة تحدث وتسبب مثلاً إبيديميك، لكن تتلافى طبعاً أنه ما تتحول إلى أوتبريك أو بانديميك لأنه التغيير الجيني يكون صغير وممكن اللقاح يشتغل ضده بعد تغييره. هذا تيبل يبين لكم الفرق اللي تكلمنا عنه. هسه نتكلم عن كم نقطة مهمة تخص الإنفلونزا فيروس. لاحظ أنه الإنفلونزا فيروس تايب A هو اللي ينطينا الماكسيموم انتيجينيك فاريشن، يعني أكثر فيروس يصير به هذه التغييرات الانتيجينية هو الإنفلونزا فيروس تايب A. أما الإنفلونزا فيروس تايب B doesn't undergo antigenic shift، ما يصير به هذا الميجر changes. ليش؟ لأنه الإنفلونزا B فيروس هو الإنسان فقط اللي يكون source of infection إليه، يعني ما وجدوا إنفلونزا فيروس تايب B بالأنيمال، فما راح يصير عندنا هذا الجين reassortment فيحدث لنا فيروس جديد. أوكي؟ أما إنفلونزا فيروس تايب C هنا never occur antigenic variation، ما يصير بهاي التغييرات الأنتيجينية لأنه هو أصلاً ما عنده النيوران ميني دايز. إحنا قلنا التغييرات ده تصير وين؟ بالهيم أجلوتينين وبالنيوران ميني دايز، بما لأن هو أصلاً ذكرنا إنه تايب C يكون هو 7 قطع مو 8 قطع الجينوم تبعه، فما يحدث به هاي الأنتيجينيك فاريشن. هسه هذا السلايد يبين لنا كيف نسمي الإنفلونزا فيروس إذا حدث عندنا سلالة جديدة نتيجة هذا الكلام اللي ذكرناه، شلون راح نسميه؟ ننطي تسمية. فالـ WHO منظمة الصحة العالمية خلت سيستم قالت إذا ظهرت سلالة جديدة نريد يسمون الفيروس على الطريقة الآتية، وهي أنه لازم بالتسمية تذكر الـ type of virus، هل هو A، B، شنو؟ الـ place of origin، وين ظهر هذا الفيروس؟ بيا بلد، بيا منطقة؟ وسيريال نمبر، هذه يا عطرة، رقم العطرة هماتية. نعتمد أيضاً على year of isolation، السنة اللي عزل فيها العطرة الجديدة أو السترين الجديدة أو الفاريانت الجديدة، بالإضافة إلى أهمهم وهو أن تذكر الانتيجينيك subtypes of the heme agglutinin and the neuraminidase بين قوسين. يعني منطيكم مثال هنا، يقول لك أكو عطرة ظهرت في سنغافور سنة 57، شو راح يكتبها؟ أي نوع كان من الفيروس؟ إنفلونزا تايب A. البلد كان سنغافور، هاي إحنا جاي نمشي عليها من على هاي النقاط اللي حددنا بيها بالتسمية. يا سيريال نمبر، نمبر 1 يعني كانت هاي أول عطرة، 57 هاي تشير إلى السنة اللي عزل فيها الفيروس. السب تايبس مالته شنو نوع الهيم أجلوتينين؟ يا رقم ويا رقم، H2N2. سوري أنا غيرت هالشكل. أوكي صار واضح؟ هيك نسمي العطرة الجديدة إذا تكونت عندنا بنتيجة الانتيجينيك فاريشن. كلينيكال سيندرومز ما راح أدخل بها هواية، كنا نعرف علامات الإنفلونزا إنه فيفر تكون عالية ويصير عندنا كاف، وبالإضافة إلى التشيلز والهيديك وغيرها من العلامات. الانكوبيشن بيريد تكون قصيرة من يوم إلى 3 أيام. مثل ما ذكرنا هذه ذكرناها أنه سنوين يصير عندنا epidemics، سببها يكون both type A and type B viruses، ونادراً ما يصير عندنا pandemic always caused by type A virus. الانتيجينيك شيفت والانتيجينيك دريفت هن two different mechanism هي المسؤولة عن حدوث هاي السترينات الجديدة أو السلالات الجديدة. الخازن الريزرفوار للإنفلونزا فيروس وطرق الانتشار مالته أيضا واضحة بالنسبة لكم، إنه الهيومن يعتبر هو المين ريزرفوار، هو الخازن الرئيسي للإصابة بالإنفلونزا أي فيروس. respiratory secretion طبعا الإفرازات التنفسية راح تكون هي يعني important source of infection، مصدر للإصابة والعدوى. لوحظ أيضاً أنه الأكواتيك بيرد الطيور المائية هي أيضاً خازن للإنفلونزا فيروس تايب A، وينتقل الفيروس مثل ما تعرفون from person to person
by airborne respiratory droplets بالقطيرات التنفسية خلال الـ sneezing or coughing خلال السعال أو العطاس. كيف يتم تشخيص الفيروس؟ معروفة بالنسبة لكم هسه صارت وهي واضحة تقريبا لكل الريسبيراتوري فيروسز، انه نعمل نيزل سواب. هذا النيزل سواب ممكن نسوي ديتكشن للفيرال ار ان اي او حتى السبيوتوم فور انتيجين فور فيرال انتيجين. اذا اريد نعزل الفيروس ممكن تنعزل الفيروس باي ثوريك جارجلز، يعني شلون الغرغرة مالت الحنجرة، تأخذ هاي الغرغرة لعزل الفيروس. وأهمهم واللي هو نعتبر بالروتين وورك هو السيرم فور فيرال انتيبوديز حتى نكشف عن الانتيبودي المنتجة ضد الانفلونزا فيروس. بس مثل ما تعرفون تشخيص الانفلونزا ما حتى سيروح للمختبر ويقول له شخص لي الانفلونزا فيروس لو لا، عادة تشخيصها يكون سريري غالبا لأن واضحة العلامات مالته. بس نحتاج بعض الأحيان نعمل differential diagnosis، يعني تشخيص تفريقي، مثل اللي ما حدث بالكورونا فيروس. مثل ما قلت لكم انه من اجتي نفس المجموعه من الناس عندها نفس العلامات التنفسيه، شكوا وقالوا احتمال ان انفلونزا فيروس مثلا مصابين به، فعملوا لهم مجموعه من اللابوراتوري دايجنوزيس تيست، من ضمن اللي كشفوا عنها انه قالوا انفلونزا فيروس ممكن قد يكون المسبب بكتيري مثل الهيمو انفلونس بكتيريا أو كورونا مثل السارس الأول أو غيرها من الباثوجينز. إذا أريد نعمل دايرك أنتيجين ديتكشن باي إلايزا مثل ما شفتوا بالعملي، أنه نعمل ديتكشن للأنتيبودي المنتجة ضد الإنفلونزا فيروس، بالإضافة إلى أني أقدر أكشف عن الأنتيجين الخاصة بالفيروس باي إميونو فلوريسنس. هو أيضاً البرنسبل مالته عبارة عن أنتيجين أنتيبودي رياكشن، لكن الانتيبادي يكون متصل بفلوريسنت داي، صبغة فلوريسينية تشع تحت الفلوريسنت مايكروسكوب حسب اللون الموجود. مثل هذه الصورة، مثل هذه خلايا سيل كالتشر صبغوها أو عفوا حضنوها مع انتيبادي يكون خاص مثلا بالهيم أجلوتينين أو النيورامينيديز. هذه الصبغة المرتبطة بها تكون خضراء، يصبغون النيوكليوس الخاص بالخلية بصبغة يسمونها الدابي. بعد ما سوي يسمونها ميرج، يعني تطبق الصورتين هاي طبعا بالمايكروسكوب، يظهر لك هاي الخلية بهاي الصورة الجميلة، تبين معناته أنه وجود الانتيبودي قد ارتبط بالانتيجين الخاص بالفيروس، يعطينا هاي الصورة الخاصة بالفيروس. أما الإلايزا شف تعرفون انتو شايفيها الصور، البليتا مالت الإلايزا تكون متكونة من 96 ويلز 96 حفرة. أيضا البرنسبل مالتها أنتيجين أنتيبودي رياكشن مرتبط به فد إنزيم معين يضاف له سبستريت، بعدها ينطي نقيس الانتنسيتي أوف الكلر بجهاز الإلايزا ريدر ونشوف إيش قد تركيز الأنتيبودي موجود. هذا هو البرنسبل تبع الإلايزا، إنه الأنتيبودي يكون immobilized بالحفرة أو بالويل، يرتبط به الأنتيجين، بعدين نحضن secondary antibody. هذا secondary antibody يكون حاوي على indicator، يا إما أنزيم يا إما fluorescent dye أو شيء ثاني، ويتم فحص الاقتران اللي يصير ما بين الأنتيجين والأنتيبودي. بما أنه هو RNA genome أو دائماً أو حتى أي DNA genome، ممكن نعمل reverse transcriptase PCR RT-PCR حتى نكشف عن الفيرال جينوم، وطبعا هاي الطريقة هي very high sensitive and specific. عزل الفيروس طبعا نقدر نعزل الفيروس، لكن هي مو طريقة روتينية بالفحص، لكن مثلا في بعض البحوث ممكن يعزل الفيروس من العينة اللي تأخذ من المريض، يتم حقن يا إما الامبريونيتد ايجز أو إصابة السيل كالتشر سيل لاين، ويشوفون السي بي اي اللي تظهر عليها. لحسن الحظ الانفلونزا فيروس يوجد لقاح لها، هذا اللقاح يكون يسمونه تراي فيلنت، يعني متكون من ثلاث انواع ضد ثلاث انواع من الفيروسات اللي هي انفلونزا فيروس اي H1N1 و H3N2 بالاضافه الى انفلونزا بي سترين. يعني هذا اللقاح يكون ضد هذه الثلاث انواع من الانفلونزا
viruses. لهنا تكون أنهينا المحاضرة.